النهارده شكله هيكون يوم جميل قوي يا حبيبتي، صح؟ وبعدين اتفرج على التلفزيون وكل واحد فيهم ساكت فوق جدا. لا طبعا انا زهقان قوي، انا ما بحبش البيت يكون هادي قوي كده، انا لازم العب مع العيال. انت جننتي يا كلاوديا، انت على طول بتقعدي تشتكي منهم، انا مش عايزه العيال، انا تعبت منهم، انا عايزه ارتاح. ويجي اريحك دلوقتي مش عاجبك؟ انا مش عايز اتفرج على الكوره، انا بحب العب مع العيال اكتر، انا مش عاجبني كده خالص. ممكن نشوف حاجه نلعب بيها مع العيال احسن بكتير من احنا نتفرج على الكوره بتاعتك، انا مش عايزه اتفرج عليها خالص. طب خلاص كنت تقولي لي بس، عادي يعني ممكن اجيب لك حاجه تانية، الموضوع مش مستاهل الخناقه دي كلها. طيب انا عندي فكره، ان احنا لازم انا هطلع فوق اشوف العيال بيعملوا ايه واقول لك على فكره عشان نلعب بيها مع العيال كلهم مع بعض. طيب ماشي يا ستي، براحتك اعملي اللي انت عايزاه. ايوه بقى، ايوه بقى، خش واكسبه يا سيف، برافو عليك، انا عارف ان احنا هنكسب الوحش ده. ايوه ما انا بحاول العب اهو، ما توترنيش بقى، استنى لما العب. يوه انت بص عمال بتوترني ازاي. ايوه، شاطر، خش عليه خش عليه خش عليه، انت حريف قوي في اللعبه دي، لازم تيجي تلعب معايا على طول، عايزك تيجيلي عشان تلعب معايا. يا اولاد يا اولاد، ازيكم عاملين ايه؟ انتوا قاعدين بتلعبوا ايه؟ ما تقولي لا اجي العب معاكم. لا يا ماما، احنا قاعدين بنلعب لعبه لينا لوحدنا، مالكيش انتي دعوه، العبي معاكي معايا حتى. طب ليه بس؟ انا عايزه اتفرج معاكم. طيب قولولي بتعملوا ايه احسن، انا زهقانه قوي. مش انتي كل شويه تشتكي من التابلت ده، محدش يمسكه محدش يلعب بيه، سيبينا بقى يا ماما. يا طنط ما تهريش، احنا بنلعب ماينكرافت بس، ما فيهاش حاجه يعني. سيبينا بقى يا ماما، ما انا قلتلك كل واحد يقعد يلعب مع صحابه، جيب انتي صحابك والعبي معاهم بقى كده يا جوليا، يعني اجي العب معاك وتعملي كده؟ طب انا ممكن انزل معاكو تحدي طب في اللعبه؟ لا طبعا يا ماما، انت متعرفيش تلعبيها خالص، احنا بنعرف نلعب احسن منك بكتير، انت دلوقتي كبيره وواحده ست، عاده الولاد ما بيعرفوا يلعبوا اللعبه دي. قصدك ايه يعني واحده ست؟ انا كنت وانا صغيره بعرف العب بلاي ستيشن بطريقه جامده جدا. ماما دي اصلا مكانش فيها لعيبه بلاي ستيشن، ما تستهبليش ولد، في حد يقول لمامته ما تستهبليش؟ قصدي يعني متقفريش. ماشي يا جوليان، انا اصلا غلطانه، انا جيت العب معاك، راح اشوف جوليان هنا واما والعب معاهم، خليك انت مع اصحابك العبوا انتوا الاتنين مع بعض. ماشي يا ماما، العبي انت في حاجه قدك احسن. بروح اشوف هنا، سيبني بقى، يلا روح انت اقعد العب مع صاحبك اللعبه بتاعتك دي. ماشي يا ماما، انا هروح العب. ماما غريبة جدا النهاردة، جاية تقولي ان هي عايزة تلعب معايا، دي حاجة فعلا غريبة جدا. هانا اكيد بقى البنات مختلفين وهيلعبوني معاهم زي هانا. ماما ازيك؟ معلش احنا مشغولين قوي دلوقتي، ممكن تسيبينا؟ ايه ده، انتوا بتلعبوا على اليوتيوب والكلام ده؟ ايوه يا مامي، لو سمحتي على الفيديوهات انا وبيا، ومش عايزين حد يزعجنا، ممكن لو سمحتي؟ انا كنت جاي اقعد معاكوا يعني شويه. اهلا، ازيك يا طنط؟ معلش طنط، ولا احنا مشغولين جدا، في برامج كتير قاعدين نتفرج عليها، اكيد مش هتفرق مع حضرتك يعني. اه يا مامي، ده ازاي تينيجرز يلبسوا ويحطوا ميك اب والحاجات دي؟ اكيد يا مامي مش ليكي يعني. طيب ماشي خلاص، انا كنت جايه اعمل حسابي ان انا اقعد معاكم، بس عشان كده بقى خلاص هضطر ان انا امشي. ايوه يا مامي امشي انتي، ولو سمحتي احنا لسه يعني مشغولين. طب احنا كنت عايزه افكر لكم في لعبه نلعب بيها كلنا مع بعض. اكيد لا يعني يا ماما، انا وبيا نقعد نلعب مع بعض احسن بقى كده. طيب ماشي يعني، انا متفقه اوضتك تاني، خليك قاعده تلعبي بقى انتي وبيا. انا متضايقه منهم قوي، اما اشوف حاجه تانية اروح العبها العب بيها. هي ماما مشيت، ماما مشيت، بس غريب قوي ماما متعرفش تلعب معانا دي. انا هروح اشوف هنا فين والعب انا معاها، مش عايزه منكم انتوا حاجه. ازيك يا هنا؟ ايه ده، انت عندك صاحبك؟ اه يا مامي، انا دي بنلعب انا وهو مع بعض، عثمانة. ازيك يا عثمانة؟ انا كويس يا طنط. طب يا اما انتوا بتلعبوا ايه، ينفع العب معاكوا؟ لا لا يا مامي، احنا بنلعب انا وعثمانة لعبة انت متعرفهاش. اوه حتى انا مش عايزه ان هي تلعبني، لا كده مش هينفع، انا هقعد اطقم الزهق. بقولك ايه يا مارتن، العيال كل واحد فيهم مندمج مع صحابه وانا مش قادره، احنا ممكن نعمل مسابقه ونخليهم كلهم يشتركوا فيها، هتخليهم يركزوا معانا شويه. ماشي يا كلاوديا براحتك، بس انتي فعلا غريبه جدا النهارده، على طول بتشتكي ان العيال فوق راسك وقارفينك، ودلوقتي عايزاهم يلعبوا معاكي. ايوه، عايزاهم يلعبوا معايا، انا حاسه ان هم كبروا وهيسيبوني فجاه، ما بلحقش استمتع بيهم. ماشي يا حبيبتي، اللي انتي عايزاه نعمله. عايزه تعملي مسابقه ايه؟ مش عارفه، انا بفكر اعمل مسابقه كبيره جدا في البيت،
بقول لك ايه، انا حاسس ان ماما غريبه جدا النهارده. ايه ده، هو انا كمان؟ دي دخلت حلاوه تقول لي ان هي عايزه تلعب معايا انا وبيا. بجد ماما اتغيرت خالص، ومش كانت عماله على طول تشتكي مني. انا مش فاهم هي ايه اللي خلاها تبطل ان هي تشتكي وعايزه تلعب معانا. انا مش عارفه، بس هي فعلا شكلها بتخطط لحاجه. جت تقول لي ان هي تعمل مسابقه وهتلعبنا كلنا فيها. ماما بابا ازيكم، عاملين ايه؟ انت كنت بتقول ان انتوا هتعملوا مسابقه وهتدخلونا فيها كلنا. ايوه هنعمل مسابقه كبيره جدا. طب هتعملوا مسابقه ايه؟ عايزين نعرف. بصوا هعمل لكم مسابقه فظيعه، بس انا هكلم الاول انكل ستيف يجي يظبط لي التانية عشان تعزموا صحابكم ونقول لهم، وهتبقى يوم تحفه. ايه ده بجد يا ماما؟ الله دي هتبقى فكره حلوه جدا، عشان احنا بقالنا فتره زهقانين قوي. ايوه وانا كمان هكلم صحابي واقول لهم يجوا يلعبوا معايا، بس انا اتعلم منكم محدش فيكم كان عايز ان هو يلعبني. بس يا ماما احنا فعلا اسفين اوي، كنا بنلعب فعلا مع صحابنا، مش هنعمل كده تاني يا ماما، هنلعبك معانا. طيب خلاص ماشي، انا بسامحكوا وهخليكوا تلعبوا معايا في المسابقه الكبيره اللي انا هعملها. صباح الخير. صباح النور. ازيك يا انكل ستيف، عامل ايه؟ انا كويس الحمد لله. كلاودي كانت كلمتني عشان المسابقه. ايه ده فعلا انكل ستيف جه؟ الله، يا ترى ماما هتعمل مسابقه ايه؟ هتشوفوا دلوقتي، تعجبكم قوي، خليها مفاجأة. طب قولي قولي يا ماما، ماما قولي لي اي حاجة، انا قلت لك خليها مفاجأة. طيب ماشي يا ماما براحتك، بس انا هموت واعرف ايه المسابقة دي اللي اكل ستيف هيعملها لنا. يا ترى ايه بقى، يا ترى ايه؟ واجيب ستيف، هعمل لكم مفاجأة الأنابيب، واللي هيركب الأنبوبة الغلط هيطلع له حاجة وحشة قوي. يا الله دي فكرة حلوة جدا. أيوة هتيجي تعملوا المسابقة دي، هيركب فيها 3 أفراد وفي أنبوبة واحدة بس من الأنابيب دي غلط، اللي هيخش فيها هيطلع له حاجة وحشة جدا بره. الله أنا عايزة ألعب فيها يا ماما، عايزة ألعب فيها وأجيب صحابي. طيب خلاص احنا نحدد بقى يوم للمسابقة علشان خاطر كل اصحابنا يجوا. دي هتبقى تحفة فعلا يا مامي، كل اصحابي فعلا يجوا يلعبوا بيها. برافو عليكم، انتوا فعلا هتكونوا مسابقة تحفة. يلا كل واحد يعزم صحابه عشان نلعب بيها بقى على طول. ما عايزين نشوف، ايوه عايزين نشوف صحابكم هيعملوا ايه. واو انتوا كمان في البيسين. ووهو. يلا بقى مين هيبتدي المسابقة؟ وانا كمان عايزه ابتدي. سيدتي انستي، اهلا بيكم في التحدي الفظيع بتاع النهارده، اللي هيلبس في الانبوبه الغلط هيلبس في حاجه وحشه قوي. مستعدين؟ ومعانا ستيف وبيا وعثمانة، ودي اول دور. يلا بينا نخش اول مسابقه. انا كل واحد يوم اختار الانبوبه. يا ترى مين بقى اللي حظه وحش وهيطلع له الانبوبه الوحشه؟ لما نشوف عثمانة داخل اخر واحد. لا يا عثمان خش خش يا ستيف. 1 2 3 وابدأوا المسابقة. اوهو لما نشوف مين هيختار الأنبوبة الصح. واو برافو عليكم، برافو. ايه بصوا كل واحد فيهم فعلا بيختار هناك، دول كلهم بيجروا بسرعة. يا ترى مين هيطلع له حاجة وحشة؟ لما نشوف. انا متحمسه قوي، عايزه اعرف فعلا هيطلع لهم ايه وحش. يلا وثقف لهم جامد جدا ان هما وصلوا. بيا وصلت خلاص. ده الله ده طلع لي كور اللي هما سكويزي. واو وانا كمان طلع لي كور. ايه ده، انا طلع لي ميك اب هاخده معايا المدرسه ده ولا ايه؟ شكلي هيبقى وحش جدا بالميك اب. وستيف طلع له الميك اب. احنا اسفين جدا ان انت خدت الايه الانبوبه الغلط. يلا الدور التاني على المجموعه التانيه. احنا يا ماما، احنا يا ماما. يلا ومعانا جوليان وهنا واما، مين هيبتدي الاول؟ كلنا يا ماما قاعدين نخش مع بعض. طب يلا وروني مين هيخش فيكم الاول، ومين هينقي الانبوبه الغلط. يلا احنا لخبطناهم ولخبطنا الهدايا خلاص، فتقدروا ان انتوا تلعبوا فيهم. انا هاخد الانبوبه الزرقاء يا ماما، وانا هاخد الخضراء. الله وانا هاخد البينك يا مامي، انا بحب جدا البينك. ويكون كده جوليان واما وهنا كل واحد فيهم نقى الانبوبه اللي بتعجبه.
يلا شجعوهم بقى، وتسقيفة كبيرة جدا لجيليان وانا واما وخو نزلوا في البسين خلاص. ايه ده ايه ده، انا خايف ما يكون عندي حاجة وحشة. على التالي البوز ده، واو احنا بتاعتنا علينا العرايس الاكس اكس لارج، شكلهم تحفة. واو لا فعلا عجبني قوي 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 والله، انا كمان عجبني قوي يا هنا، انا بحب العرايس دي جدا، وانا كمان بحبهم جدا جدا جدا. الله واخيرا يبقى كده جوليان هو اللي خسران معانا، والمسابقه كانت شيقه جدا لاما وهنا وجوليان وستيف وبيا وعثمانه. للأسف جوليان وستيف هما اللي خسروا. تعالوا بقى نكمل لعبة تانية. اه يا ماما انا عايزة اعمل دور تاني لو سمحتي، دور تاني يا ماما، دور تاني لو سمحتي. طيب خلاص هنعمل بقى المرة دي التحدي ما بين ولاد بس، هيبقى عثمانة وستيف وجوليان. واو ده يبقى تحدي جامد جدا يا ماما، يلا بينا كل واحد فيكم يقف في مكانه ونشوف مين بقى اللي هيجيله فعلا الأنبوبة الوحشة. عثمان نقى الأنبوبة البينك، وستيف وجوليان كل واحد فيهم بيتخانقوا تقريبا على أنبوبة واحدة، وستيف نقى الخضرة وجوليان هياخد الزرقاء. يلا مين فيهم بقى اللي هيكسب لما نشوف مين فيهم اللي هيكسب. ووهو واو ايه ده، انا طلع لي تابلت. واو هي انا كسبت تابلت، وانا كسبت تشيز كيك. واو بحبها قوي قوي قوي. ايه ده، وانا جالي سندوتش جزر، انا ما بحبش الجزر خالص، قصدي ده سوسيس. لا انا عندي تابلت اصلا، كنت عايز حاجه تانية. انا عندي بحب كيك تشيز كيك، وانا بحب قوي سوسيس. يا حرام جوليان هو اللي منهار عشان هو عنده التابلت ده اصلا فوق. كلنا نسقف لهم تسقيفة كبيرة جدا جدا جدا، وميرسي على المسابقة الفظيعة دي، نورتونا النهاردة ماما بجد، المسابقة كانت تحفة، عايزين نقعد نلعب مسابقات كل يوم. اه يا طنط كانت فعلا جامدة قوي، ممكن تعملي لنا مسابقة كل يوم. اه يا طنط طب تعملي لنا مسابقة تاني، انا بحب المسابقات دي، نوعدك ان احنا هنكسب المرة الجاية. بجد كان يوم صعب قوي، كنت عايزة ان انا اكسب، انا طلعلي تابلت وطلعلي بتاعه. هي وانا طلعلي كاب كيكس، ودلوقتي اخر راوند بنات بس، لما نشوف هيطلع لهم ايه. تسقيفة كبيرة جدا، وهو ايه ده، الله طلع لبيا وطلع لهانا فساتين وطلع لاما سكيتنج بورد. واو كلهم انبسطوا جدا جدا جدا. ماما عايزين نكرر المسابقة دي تاني، بجد كانت تحفة. اوكي اهلا بيكم في مسابقة كلاوديا.